الفضاء والكون. أعلنت وكالة الفضاء ناسا بتاريخ 1/5/2015 عن تحطم المسبار الفضائي ماسنجر عن سطح كوكب عطارد بعد أن نفذ منه الوقود، منهم بذلك رحلة استغرقت 11 عام. زود العلماء خلالها بمعلومات قيمة وبآلاف الصور عن الكوكب. تتكون المجموعة الشمسية من نجم واحد وهو الشمس وثمانية كواكب وأقمارها بالإضافة إلى الكويكبات والمذنبات. الكواكب هي أجرام سماوية معتمة تستمد ضوءها من الشمس. المجموعات النجمية هي النجوم وما يدور حولها من أجرام سماوية. المجرة هي تجمع لعدد هائل من النجوم والغبار والغازات التي ترتبط معا جذبيا، وهي وحدة بناء الكون الأساسية. المجموعة الشمسية في إحدى أذرع مجرة حلزونية الشكل بتضم أكثر من 200,000,000,000 نجم، تدعى درب التبانة أو اللبانة. هي تكونت قبل ما يقارب 7.5 مليار سنة. العلماء يعتقدوا وجود ما لا يقل عن 170 مليار مجرة موزعة في الكون تفصل بينها مناطق هائلة. هاي المناطق هي ليست فراغ، وإنما يوجد فيها غازات قليلة مثل الهيليوم والهيدروجين، وتتراوح حجم هاي المجرات من مجرات قزمة تحتوي على حوالي 10 ملايين نجم إلى مجرات عملاقة تحتوي على مئات المليارات من النجوم، كل منها بتدور حول مركزها. الفضاء هو المناطق الموجودة بين الكواكب والنجوم وبين المجموعات النجمية المختلفة. الكون هو كل ما هو موجود من الفضاء وما يحويه من عدد هائل من المجرات والغبار والغازات. ترتب الأجرام السماوية الآتي تصاعديا حسب هجومها: مجرة نجم كوكب قمر، قمر كوكب نجم مجرة. كون المفاهيم والمصطلحات الآتي خريطة مفاهيمية: الكون، الفضاء، مجرات، بعدين من المجرات المجموعات النجمية، الغبار والغازات، نجم وأجرام سماوية.